نابلس ينضم إلي الباحث في الشؤون الإسرائيلية عزام أبو العدس. أهلا بك سيد عزام. يعني انفعلها بني غانتس واستقال، كيف سيؤثر ذلك على الحكومة وهو القادم إليها بشرط الحرب ولأجل الحرب فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجمهور مستمعيكم ومتابعيكم. أهلا بك. يعني أولا إذا أردنا أن نتحدث عن مجلس الحرب فهو هيئة استشارية عرفية، بمعنى أن مجلس الحرب يعقد بحسب العرف وليس بحسب القانون. بحسب القانون من منوط به إدارة هذه الحرب في إسرائيل هو الحكومة، لكن انضمام المعارضة وأطراف أخرى إلى مجلس الحرب هذا يعني الشرعية بأن هذه الحكومة لديها أيضا شرعية من المعارضة وشرعية الكل الإسرائيلي بشكل كامل. أولا انسحاب بني غانتس يعني وتفكك مجلس الحرب يعني انهيار شرعية هذه الحكومة على مستوى الكل الإسرائيلي وحصر شرعيتها في اليمين أو بمن انتخبها. هذا أولا. ثانيا، مسألة انسحاب بني غانتس تفتت الإجماع على هذه الحرب في إسرائيل، بمعنى أن بني غانتس لن يتوقف فقط عند الانسحاب، إنما أيضا سيتجه إلى الشارع وسيتظاهر ضد نتنياهو، وهذا يعني بأن هذه المظاهرات ستأخذ زخما وأعدادا أكبر وسينضم إليها جهات وأشخاص كثر، وهذا يعني انهيار الإجماع الشعبي حول هذه الحرب، لأن بني غانتس حينها سيصبح من المعارضين لها. أيضا المسألة الثالثة والمهمة أن قيادة هذه الحرب الآن ستكون بشكل كامل ليس بيد نتنياهو بل بيد بن غفير وسموتريتش اللذان يتحكمان في نتنياهو، وهذا يعني أن أكبر حرب وجودية في تاريخ إسرائيل منذ ما يسمى بالاستقلال حتى اليوم ستدار من قبل أشخاص لا عهد لهم لا بأمن ولا بعسكر ولا بتجنيد في الجيش وليس لديهم أي خبرة عملياتية على أرض الواقع. نعم، لكن في ذات الوقت يعني وجود غانتس منح على يعني طوال الشهور الماضية حكومة نتنياهو ونتنياهو نفسه شرعية كبيرة ومنحه أيضا صلاحيات واسعة في شن الحرب وما يقوم به. لأي درجة يمكن لانسحابه الآن أن يغير أو يضغط على نتنياهو يجبره إن صح التعبير من الناحية القانونية على تغيير خططه؟ يعني من الناحية القانونية لن يكون هناك إجبار لنتنياهو. إذا أردنا أن نتحدث من ناحية إجراءات قانونية بحتة، لدينا لا يوجد شيء في القانون اسمه كابينات الحرب. في القانون يوجد الحكومة الإسرائيلية، وهذه الحكومة لديها 64 مقعد، أكبر أغلبية برلمانية حازتها حكومة ربما في تاريخ إسرائيل. وبالتالي يعني الحكومة الآن تستطيع أن تقوم بكل ما تريد القيام به، لكن انسحاب بني غانتس يحرم نتنياهو من الشرعية العامة أو شرعية الشارع بشكل كامل، بمعنى دائما في أوقات الحروب يتم إشراك المعارضة في القرارات، والموقف التاريخي هو أن المعارضة تحتضن الحكومة في الناشونال كرايسيس أو في الأزمات الوطنية الكبرى، وهذا يعني أن الكل الإسرائيلي يقف موحد. الآن انسحاب بني غانتس يعني أن جزء من الإسرائيليين يخوض هذه العملية والجزء الآخر هو معارض لهذه العملية، وهذا يعني أن أمام يعني أن بنيامين نتنياهو من ناحية الشارع لا يحظى بالإجماع الكامل، لكن بنيامين نتنياهو لا يعبأ بالشارع، لا يعبأ بالمظاهرات، وسيستمر في هذه الحرب. لكن ما الذي سيحصل بالنسبة لبنيامين نتنياهو؟ ستصبح القرارات في هذه الحرب أسوأ، لأنها ستكون يعني متخذة من قبل أشخاص لا عهد لهم لا بالحرب ولا بالأمن. نعم، تأثير يعني أيضا الموقف الأمريكي على هذا الانقسام أيضا غير واضح المعالم حتى الآن، على الرغم من تفضيل بايدن والإدارة الأمريكية بني غانتس. لأي درجة يمكن لزيارة سوليفان للمنطقة أن تعمق هذا الخلاف القائم
بين نتنياهو وغانس، علما أن واشنطن لا تخفي ميلها نحو نهج غانس مقارنة بنهج نتنياهو في مقاربة الأهداف ذاتها. يعني أولا هناك من الصحفيين الإسرائيليين من يتهم بني جانس بأنه نفذ ما نفذه بأوامر أمريكية، وأنه يريد الاستقالة من مجلس الحرب إذعانا للولايات المتحدة الأمريكية التي تريد تفكيك هذه الحرب وإنهائها بقرار إسرائيلي وليس بقرار أمريكي. وبالتالي بعض هؤلاء الصحفيين يتهم بني جانس، هذا أولا. ثانيا، من الواضح جدا منذ الأيام الأولى للحرب أن بيني جانتس وأيزنكوت ولبيد هم رجال الإدارة الأمريكية في الكابينيت والمعارضة والحكومة الإسرائيلية، وهذا يعني بأن ما نفذه بيني جانتس لن يكون بمعزل، أو لم يكن بمعزل عن الإدارة الأمريكية. هل عرفت هذا الإدارة الأمريكية؟ هل كانت تعرف بهذه الخطوة يعني بشكل عملي؟ يعني أنا أتوقع أنه نعم، يعني ربما يكون ذلك هناك تنسيق مع الإدارة الأمريكية، لأن هذه خطوة كبيرة من شأنها تفكيك الحرب. السياسيين اليمينيين أو كل من يتبع اليمين الإسرائيلي الآن أصبح يهاجم بني جانتس ويهاجم هذه الخطوة من باب تبعيتها للإدارة الأمريكية، وأن هذه الخطوة منسقة مع الإدارة الأمريكية، وربما مجيء سوليفان الآن إلى المنطقة يأتي لتعزيز هذه المسألة. الإدارة الأمريكية ومن خلال تصريحاتها الأخيرة أصبحت ترى هذه الحرب سفينة غارقة، لكن تريد أن تنتهي هذه الحرب بقرار إسرائيلي وليس بقرار أمريكي. هكذا ترى الولايات المتحدة أن هذا الشيء هو أفضل لإسرائيل. لكن النقاط الستة التي يتحدث عنها بيني جانتس يعني هي يعني نقاط تطابق إلى حد كبير ما تريده الولايات المتحدة من المرحلة التي تلي عملية رفح. اليوم هنالك واقع في إسرائيل قائم على التحالف بين اليمين المتطرف واليمين الأكثر تطرفا، يعني إن سمينا الأشياء بأسمائها، وبالتالي لا حاجة لغانس أصلا. هذا الرجل ما الذي سيفعله؟ ما حجمه؟ ما تأثيره عندما يستقيل في 8 يونيو كما هدد مثلا؟ يعني إذا أردنا حجم بني جانس تظهره استطلاعات الرأي، يعني عندما تعطيه استطلاعات الرأي 32 33 وفي بعض استطلاعات الرأي 35 مقعد انتخابي، في حين تعطي حزب الليكود التابع لبنيامين نتنياهو الذي يفترض أنه الأغلبية البرلمانية 19 مقعدا، هذا يعني بأن بني جانس هو رئيس الوزراء القادم. وبالتالي لكن كيف سيترجم هذا على مستوى التنفيذ المؤسساتي، على مستوى العملية التصويتية، علما أن الأغلبية موجودة اليوم بين اليمين المتطرف ونتنياهو هي المسيطرة على الحكومة وهي التي تمنح نتنياهو الشرعية؟ لماذا ستزيل عنه هذه الشرعية وتعطيها لغانس؟ هنالك اتفاق. يعني هي الفكرة بأن اليمين الإسرائيلي لن يغامر بترك نتنياهو، لن يترك نتنياهو، لكن الرهان هنا على الشارع أن يؤدي انسحاب بني جانس إلى مزيد من الزخم للضغط على بنيامين نتنياهو للاستقالة. بنيامين نتنياهو لا يخطط للاستقالة، بنيامين نتنياهو حتى اللحظة لم يتحمل بشكل مباشر مسؤولية 7 أكتوبر، لم يقف أمام الناس مثل أي رئيس وزراء محترم لأي دولة في العالم ويقول هذه مسؤوليتي، أنا كنت في الحكم في هذه الفترة، سياستي أدت إلى كذا وكذا، وبالتالي أنا أتحمل المسؤولية. هذا لم يحصل، وهو حتى يرفض التلميح لذلك، وهذا يعني بأن نتنياهو مستمر في الحكم حتى العام 2026. ما تريد الآن الإدارة الأمريكية هو أن لا يعود بنيامين نتنياهو إلى الحكم. إذا أردنا أن نفصل أو أن نلخص العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، نقول أنها علاقة شركة أم بفرع من الأفرع. ترى إدارة هذا الفرع فاشلة
يجب تغييرها. وبالتالي هذا جزء من التغيير الأمريكي. عندما ينحاز بيني جانتس وأيزنكوت إلى الشارع، هذا يعني بأن المعارضة انتهت تماما من تأييد هذه الحكومة، وأن الشارع سيأخذ زخما. هذا ما طلبه يائير لبيد. يائير لبيد رئيس ائتلاف المعارضة قال لبيني جانتس: امسك بيدك علما وانزل إلى الشارع، سيتبعك الناس. هذا يعني بأن المرحلة التالية الآن ستكون هي الضغط على بنيامين نتنياهو شعبيا أكثر وأكثر من خلال الشارع لدفعه إلى الاستقالة. شكرا جزيلا لك عزام أبو العدس، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، حدثنا من نابلس.